لما بنتكلم عن سوق المبيعات بنتكلم عن حاجة مليانة تحدي وحاجة مليانة ضغط نفسي طول الوقت وأرقام وتارجتس وحاجات كده صعبة. في مجال البرمجيات في نفس الضغط دي وحسيتي بأنه مجال أليق لطبيعة حياة الراجل مش الست زي ما برضو بيقال على المجال ده؟ بصي هو صعب، وكون ان انت تخشي في المجال ده وزي ما انت قلتي عندك تارجتس، عندك ضغوط ان انت تحققي حاجات معينه في اوقات معينه، ده كان بيحط ستريس. بس في جزء منه بيعتمد على الطبيعه بتاعت الشخص. ايه الادرينالين اللي بيطلع وبيحسسك ان انت اكسايتد ان انت تكملي، ان انت تكملي، فاللي هي التحديات، ان انت عايز توصلي لحاجه وهتوصلي لها امتى وبعد قد ايه. فده كان يعني بيبالانس ما بين التعب اللي كان بيجي من وراها والاحساس بقى بالنجاح في الموقف لما بتحصلي بقى بتوصلي ان انت بتجيبي الحاجه دي وتحققيها وتعملي اكتر منها، والتواصل مع الناس. وبعدين الناس كانت دايما بتقول الناس people buy from the people they like، يعني الناس بتحب تتعامل مع الشخص اللي هي تأتمنه وتبقى حاسة ان هو يعني بيعملها كأنه هو اللي بيشتري مش هو اللي بيبيع. بس كمان اكيد في شوية نقط تقدري تقول لنا ان هي ممكن تكون السبب في العكس، يعني ليه اللي بيبيع معظم الوقت بيبقى محبط؟ ليه سوق العمل محبط مش واثق؟ بيبقى ايه الاسباب؟ بصي هما حاجتين، اول حاجة زي ما كنت بقولك المصداقية، بس الأهم منها إن الشخص يبقى عنده علم وعنده معرفة وعنده يعني معلومات وعنده دراية بهو بيتكلم في إيه وبيبيع إيه، لأنه هي دي اللي بتخلي ليه وزن في التعامل وهو بيحاول يبيع. ولازم يبقى فاهم طبيعة الحلول اللي هو بيقدمها عشان تبقى هتحل مشكلة عند اللي بيشتري منه او العميل اللي بيتعامل معاه. المشكله اللي عنده بالظبط لو هي الحل او البيع ده مش بيحل مشكله ما مش هتعرفي تبيعيها، لانها لازم تبقى يعني فالعلم والتقنيه بتاعه الاشخاص هي دي مهمه جدا.